حتى لو في الورد شوك، حتى لو كان يوم دابل، مين يقول ان الحياة حزن او ضيق او زعل، مين يقول ان الدروب والبيبان تفلت. اوعى تيأس يلا قوم، طول ما في دايما امل مع بهية. ايوه لسه في امل. أم نشوى ده الاسم الأقرب لقلبها واللي هيفضل ملازمها طول العمر. بعد وفاة بنتها نشوى في عز شبابها سكن الحزن في قلب أمها، وبالرغم من وجود أحفادها من نشوى حواليها وقربهم منها، إلا إن فقدان الضنا هو الجرح اللي صعب يخف حتى بمرور السنين. وربنا هو اللي بعتنا بهديته ليها عشان نخفف عنها. نشوى ولا اقول الحاجه ام ساميه صالح؟ لا افضل ام نشوى احسن. نشوى ربنا يرحمها ويتولاها برحمته، وتوفت امتى؟ 3/9/2017. كان عندها ايه؟ والله ما عندهاش حاجه، هي كانت والده وبعدها بشهرين اتوفت. قالوا شويه برد، يعني ما فيش اي حاجه، هي بعد الولاده بشهرين يا حبيبتي. ما فيش اي حاجه، كان ثالث يوم العيد. وهي كانت عندك بنت غيرها ولا؟ لا والله ما عنديش الا هي والبسم الله الولدين. ربنا يحفظهم لك يا رب. الله يخليك. ومخلفه؟ متجوزه ومخلفه؟ هي معاها زياد 6 سنين، ورؤى سابتها عندها شهرين، دلوقتي عندها اسم الله 9 اشهر. طيب يعني ساعات يقولوا انه المرض بيجي من الزعل، وفي ناس بيجي لها المرض من غير زعل ولا حاجه، بس انت يا ام نشوى جالك السرطان بعد وفاه نشوى بشهر على طول. يعني انا ما اكتشفتش المرض ده الا بعد هي متوفت بشهر. كان اخويا توفى، وفي نفس اليوم رحت ورجعت ظهرت الكلكوعي. بعديها باسبوع كده بدات ان انا اتصل ببهية. اول ما اتصلت بيهم ادوني في خلال فتره 12 يوم. قريب طبعا. جدا، يعني انا ما كنتش متخيله ان 12 يوم دي، يعني كانوا بيقعدوا يقولوا لي ده بالشهر والاثنين، وكانت دعاياتها قليله، ما كنتش اعرف عنها حاجه يعني. لكن اول ما عرفت واتصلت بصراحه وكلموني راحوا حددوني على طول الميعاد. اول ما رحت والحمد لله قابلوني احسن مقابله بصراحه. ومقابلتهم حلوه جدا هناك، ومعاملتهم حلوه جدا، بس ففضلوا طبعا ياخدوا العينه. بعد ما بدانا ناخد العينه ظهر ان هو فعلا المرض، ولمس عملتي عمليه؟ لمس تحت الباط. بس فالحمد لله يعني حددوها لي بردك، ما خدتش وقت فيها بردك. يا دوبك كان 3/12 عملية بردك. في ساعتها ما قعدوش. يعني شهر 10 هشخصوا المرض. على طول ما فيش. يعني ما قعدتش برد. واول جلسه كيماوي خدتها واحد واحد. اول السنه على طول. يعني ما خدتي كام جلسه؟ خدت ست جلسات. ست جلسات. وخلاص خلصتي ولا؟ اخر واحده الحمد لله، الاثنين اللي فات دول الحمد لله يعني. طيب مين بقى؟ انا عارفه انه الكيماوي ده بيتعب، بيهد شويه. يعني بيبقى عايز حد يبقى كده يقف معاكي ويروح معاكي ويجي معاكي. مين بقى بيروح والله معاكي؟ اول البدايه، اول ما حصل الموضوع معايا اختي الله يكرمها ماجده دي، اعتبر هي اول سند ليا، معايا في مشاويري ومعايا في تقويتي، وتساعدني في كل كلمه وكل حاجه، وهي اللي واقفه معايا في كل مشاويري وفي كل حاجه. وربنا يخلي مرات ابني بردك ما شاء الله عليها، مش مخلياني في كل حاجه، كانت واقفه في جنبي في كل حاجه برده. الناس الحلوه رزق. هما بصي كرم ربنا رزقني باحسن حاجه. ابن بنتي رزقها بجوزها، ونعم الابن والبار لابن الحلال كويس جدا.
يعني هو ابن اخويا مش غريب بس ما شاء الله عليه. يعني بصي احسن اقول لك، قلت لك احسن من ابني هتقولي لي كذا. ما شاء الله عليه، هو كان معانا في كل حاجه وكان والدها بيحبه جدا ويسميه ابنه البار. الله. والله. اما بالنسبه للرحمه برضك نعمه من عند ربنا وهبني بيها، فدي برضك من كرم ربنا عليا الحمد لله. يعني المرض بقى هو ده حاجه بقى ما نقدرش عليها ولا نقدر نتغلب عليها، جات لنا بقى من حيث لا نعلم، بس الحمد لله برضك راضيين بيه يعني الحمد لله. بابا هي ايوه لسه في امل. بابا هي ايوه لسه في امل. طيب واحفادك ولاد نشوه؟ احفادي بقى معايا اسم الله زياد. ما تيجي يا زياد كده. تعالى زياد. ده زياد بقى ست سنين. سلم على طنط. سلم على طنط. ايه الشعر الحلو ده؟ بسم الله ما شاء الله، ده خواجه خالص. ما شاء الله عليه. ده بقى ابن احمد. انت ابن احمد، انت شبه بابا خالص. ده ابن احمد شبه جده. طب اخت زياد بنت نشوه موجوده اهي؟ اخت زياد اهي برده. طيب تعالى يا تعالى يا تعالى يا خلاشو. يا خلاشو. لا ما خفيش يا أيوة. انا ما تخافي ما تخافيش. ده طبعا دي رؤى بقى. بصي بقى رؤى بقى الجميله العسل بقى بتاعتي دي بقى اللي هي بحس ان هي اتولدت نشوه من جديد. عايزين نشوف بقى. بصي بقى جايب لك ايه؟ جوز نشوه. شفتي جوز نشوه بقى عامل لك ايه؟ عامل لك مفاجاه ايه؟ ربنا يرحمها برحمته الواسعه. مبروك يا حبيبتي، انت هتطلعي عمره. مش معقوله. وقلنا لا يا حبيبتي مش معقوله. والله مش معقول. انا عايزه اعملها لها هي. هتعملي لها؟ هتعملي لنفسك؟ هتعملي لنفسك عمره؟ مش ممكن. مش ممكن والله. انا مش ممكن. يلا بيبوس ايدك اهو. يعني والله ربنا يبارك لك فيهم. ربنا يبارك. اختك بتعيط ليه كده؟ والله مش ممكن. اختك بتعيط ليه؟ والله قصده خير. والله والله قصده خير. ما عندكش فكره انا نفسي كنت اعملها لها. يا حبيبتي هتطلعي وتعملي لها عمره. انا عامله ليه انا بس هي اختي دي بقى نفسها تطلع وكانت عايزه تطلع معايا انا. يا حبيبه قلبي لازم تطلع معايا انا. اقول لها اطلعي مع اي مكتب مع اي حد، تقول لي لا انا ما كنتش هطلع معاك. انت مش هطلع معاك. هي بتعيطي من الفرحه؟ بتعيط لك اهي، فرحت لك اهي. والله نفسها ومنى عينها كانت تطلع عمره وعايزه ومحضره فلوسها. واقول لها انا مش قادره، انا ما اقدرش اطلع. هي تقول لي لا انا نفسي اطلع معاكي انت. ظبطي معاها ان شاء الله. ده انا عايزه اطلعك عشان انت حاطه عمرتك في رقبتي. يا حبيبتي اتكتبها لك ان شاء الله. يا حبيبتي والله ربنا اللي يعلم. انا نفسي اعملها لك عشان تبقي معايا. تعالي بصي يا بابا. حبيبة قلبي مبروك عليك يا حبيبتي. والله ما عرفت اشكرك قد ايه. يعني جزاك الله خير. وعايزين ندخل السرور على قلبك. وربنا يكرمكم. وربنا يكرمكم. ايوه دي مراتي ابني. رحمة الحلوة. والله يا حبيبتي جميل. والله وده ابني حبيبي. ربنا يكرمكم. والله والله مش قادرة اقول لك قد ايه. انا مش عارفة. لا يا حبيبتي والله مش عارفة اتكلم على قلبك. انت حزنتي كتير وتعبتي كتير. والله نفسنا نسعدك وتنبسطي. الله يبارك لك يا بنتي. والله الله يبارك لك. انا ما عندكش فكرة نفسي كنت عاملها لها. يعني ان شاء الله تعملي عمرها لنفسك وبعدين تعملي لها ان شاء الله. يا حبيبتي والله جزاك الله خير قوي قوي. ترفع منزله كده ومنزل. ربنا يبارك لك يا بنتي ان شاء الله يا حبيبتي. يعني حبيبة قلبي لو هو اول واحد يعني نفسه يعمل لها اي حاجه لان هي تستاهل كل خير. والله ما عندكيش فكره. ربنا اللي بعت لها العمره دي. الحمد يعني لله. لحنا والله يا بنتي والله ربنا يجزيكم خير علشان يعني ترتاحي وينزل السكينه على قلبك وتعملي عمره لبنتك. يا رب يبارك لك يا بنتي ويسعدك. هاتي دي ماما. احلى ام. احلى دي ماما. ام حبيبتي. دي ماما. فين دي ماما؟ حبيبتي جابت كل حاجة حبيبتي. حبيبتي ربنا يرحمها ويغفر لها. ومتصورة وحاطة وراها الكعبة. والله المصورات ياخد الصورة صورها وحط لها الكعبة. حط لها الكعبة. على انها يا عيني تطلع عمرة. يا حبيبتي كأنها طلعت ان شاء الله. العمرة مقدمة من شركة زمزم للصناعات الهندسية. ما بهي ايوه لسه في امل. دي
دي ست لقت الدعم والعلاج من بهية، وإحنا حاولنا نفرحها، مع بهية إنما في غيرها طوابير من الستات نفسهم يلاقوا الدعم ويتعالجوا. اتبرعوا على رقم حساب 8 ستات في كل البنوك المصرية، أو اتصل على 162-02. دايماً لسه في أمل.